تأخر في سداد القيمة الإيجارية. المشرع رحمة بالمستأجر اداله فرصة ان هو يسدد حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف، يسدد المتأخر ويسدد ما استجد ويسدد المصاريف الفعلية اللي بيحددها القاضي، يقول له انت عشان ألزمت الراجل ده وتعبته ادفع 500 جنيه مصاريف فعلية. التأخر في القيمة الإيجارية بيستلزم تكليف بالوفاء، والمشرع اعتبر التكليف بالوفاء ده جزء منفصل عن الدعوة. بمعنى ايه؟ تقول له أنا بكلفك بسداد مبلغ المتأخر وقدره كذا خلال 15 يوم، لو ما دفعتش خلال 15 يوم ولابد ان القاضي يبحث التكليف بالوفاء لانه بيعتبر مرحلة منفصلة لا تقوم به الدعوة الا اذا كان صحيح. يعني القاضي الاول اذا كان بينظر في دعوة الإخلاء للتأخر في سداد القيمة الإيجارية لازم يشوف التكليف بالوفاء. التكليف بالوفاء صحيح، لو في زيادات في القيمة الإيجارية جاية في التكليف فلازم يفصل الاول في التكليف بالوفاء، بعد كده يشوف مسألة الدعوة. التكرار ما فيهوش تكليف بالوفاء، التكرار ما فيهوش تكليف بالوفاء وما فيهوش إنذار، مجرد إن أنا متربص عشان آخد الشقة اللي إيجارها 10 جنيه و15 جنيه في منطقة راقية، مجرد إن هو يتوقف أول درجة وتأخر شهر بيتحقق التكرار. مجرد ان هو يتأخر اكتب صحيفة الدعوة خلاص واقول المادة 18 من قانون 136 لسنة 81 بتتحدث على ان التكرار اذا تأخر ملهوش انذار، ملهوش تكليف، ما بنبهوش زي دعوة الايه التأخر في سداد القيمة، ما بقولوش يدفع خلال 15 يوم، ما بكلفوش بالوفاء. واصل لغاية كده؟ مجرد قيد صحيفة التكرار القاضي اذا تحقق ان في متاخرات بيقضي باخلاء العيل لتحقق التكرار في حق المستاجر.